والأدب المكتب، فالعلم في السطور يسري إلى السدور. أين يوجد التلاميذ؟ في المكتبة العمومية. الإجابة اللفظية من فضلك. وهذا الإجابة اللفظية. إذا يوجد التلاميذ داخل المكتبة عليها كتب كثيرة. كتب عديدة، كتب كثيرة. إذا الرفوف تحتوي على مجموعة من الكتب. وماذا يفعل التلاميذ داخل المكتبة العمومية أو داخل قاعة المطالعة؟ ماذا يفعلون؟ يطالعون كتبا شيقة. يطالعونهم بصدد المطالعة. إذا يوجد بالكتب كثير من النصوص. كثير من النصوص والحكم ومعديد من المعلومات التي تفيدنا أثناء الدراسة. أثناء الدراسة وأثناء طلب العلم. إذن أين من منكم قام بزيارة مكتبة عمومية؟ من منكم؟ إسراء، هل قمت بزيارة مكتبة عمومية؟ أين توجد هذه المكتبة؟ هل هي قريبة من بيتكم؟ نعم قريبة من بيتكم. ارفع رأسك. يراجعون واجباتهم. نعم أحسنت، يراجعون واجباتهم المدرسية. إذا يوجد بولاية صفاقس العديد من المكتبات العمومية. إذا من هذا يا أطفال؟ طميل. هذا طميل. ماذا يفعل طميل؟ في أنحاء المدينة، في شوارع المدينة. كيف هي شوارع المدينة يا أطفال؟ مكتظة بالسيارات. مكتظة بالسيارات. نحن أين نعيش؟ داخل المدينة أو في المدينة أو في الريف؟ أين نعيش؟ في المدينة. نعيش في المدينة. هناك كلمة أخرى. شيماء. فسيحة. نعم جميل جدا. من لدي عبارة أخرى؟ ما لدي عبارة أخرى محمد؟ واسعة. واسعة. إذن شاسعة واسعة. عند الوصول أخذ كل واحد منهما مكانا وكتابا. نعم. وفي ذلك الوقت كان حمير يتجول في شوارع المدينة. نعم. فجأة رأته القطة السائبة فأرادت أن تلتهمه وتسد به رمقها. انطلق تمير بسرعة البرق حتى وجد ثقبا في جدار فتسلل من داخله. فوجد نفسه أين؟ فوجد نفسه في المكتبة العمومية. رأته زينب فصاحت فزعة. حينها هرب تمير ورجع إلى الشارع من حيث أتى.